عبادة 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 يا بطيخ ولك يا زلمه بقى بحكي لك ايش فيه مين عزرائيل جاي ياخذ روحه اسمع اذا فاق ابوك قل له انا واخواتك رحنا عند خالتك فهمان ايه ماشي سكر الباب وراك يمي ايه رجعنا مرجعنا نوم اهل الكهف يخرب بيتهم نام نام ومش معه نوم ونزلت ونزلت واخيرا جايك يا مسوس واخيرا طلعتي ربيتك من حالك الله الله واضح تستناني مواعيدك على الليبرا يعني انت حسينه وبس والباقي كله خس اليوم مجهز لك طلعه راح تكيفي عليها مو بس هيك جايب لك معي هديه كمان لك انت حسينه انه راح خدي قلبي كلياته عليكي اسمعي اقول لك جهزي حالك اليوم انا اخذت اجازه بس كرمالك راح اطالعك طلعه من العمر بعمرك حياتك بتطلع فيها لحظه امك ليش واقفه على الشباك ما عم تحكي لك ايه امي قالت لي ابوي نايم جوا اه يا ملعون ضحك عليها قال انا نايم خليها تروح وعم طبال عم تحسين مع الشباك ليكي لقاءنا بعد ساعتين بالحديقه بعدين نطلع انا وانتي وابو عبيده انا بفرجيك يا ملعون يعني يا عيني على اللي فايق ومروق وما وسعته الدنيا من هون ايه فايق ورايق حسدتني يعني ما بصير اخذ اجازه من الشغل اجازه وليش اخذت لها اجازه بالله ايش السبب شو بده يكون السبب يعني بدي اريح بس بالله على مين عم تضحك انت وقعدت ما بتصدق تروح على الشغل عشان تخلص من وشها لامي وانك عم بسال على حالي عجب الله مين كان واقف على الشباك وعم بحكي مع عم تحسين وعم بقول لها خدي قلبي كله ويا حقي عم تتصل علي لا لا ما كنت عم اتصل اعتبرها بالصدفة هلا خبرني ايش رح تجيب لها هدية انت ما بعرف لسه ما قررت انت ايش رح تجيب لها لانه امها قالت لي عبادة واقف مع سوزي كمان كشفك يعني ما بدنا ننكشف مثل كل مرة ها انتبه عيب عليك هالمرة ما رح ننكشف منوب ما رح اسمح انه ننكشف طاول ما رح اجيب هدايا على بيت طاول ونحن رايحين على الحديقة بنشتريهم على الطريق وانت كمان بالحديقة بدك تروح مثلي يا سيدي فعلا هذا الشبل من هذا الاسد بس انتبه بدنا نروح بدون ما ينكشف النوب جينا عندك عشان نتفق انا وانت شلون بدنا نطلع الحديقه انا شلون؟ انسى معي المفتاح لك انا بس بدي افهم انا اعتبرني شاب طايش عم بروح بشوفها لسوزي انت ليش عم تروح بتشوفها لام تحسين انت متجوز ايش قصدك وداك؟ يعني انا ختيار انا كمان شاب على فكره يا غبي انا اخذ النحله اللي عطتك العسل يا سيدي فعلا استاذ ومعلم معلم واحنا منك نتعلم وانا عم بقول منين جايب هالفهم والذكاء كله عيب عليك اليوم راح يكون نهار من العمر يا سيدي فعلا نهار من العمر قلت لي نحله مو هي اجاك الصياد بذات نفسه صياد شلون يعني ما فهمت قصده علي فهمت بقى لحظة انا صوت بعثه انا صوت بعثه صوت ام عبادة مو صوت ام عبادة ام عبادة انت هون الله يسامحك جيتي بوقتك على سيرة العسل انا ايش كنت عم بقول كنت عم بقول اجيب لك كم مرطبان عسل عشان تتسلي فيهم انت هيك على كيفك رح حاول صدقك الحقني لجوا بسرعة في جلسة تحقيق رح تصير معك وليش زيقون سمعتنا ما بظن تكون سمعتنا اسمع انت نسق معهم عشان نعرف كيف بدنا نطلع ماشي انا رايح وراجع من عيوني هلا بنسق معهم مباشره روح انت اه يا حقير بسيطه يا ابو عبده انا بفرجيك عندي بسيطه عبده عبده امك ما لقيتها بالبيت وينها شو وين بدك تكون راحت يعني ما بعرف ليقوم شكت فينا لا لا ما بظن خلينا نهرب بسرعة بما انه فضي الجو بسرعة بسرعة يلا 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 الله لي وفقك يا عبادة كل هذا عم بتجيب الهدايا تأخرنا عن الموعد مفاجأة كيفك فيها؟ جبت لك هدية رحت بيضك وشك منيح مفاجأة مفاجأة يا غبي وينك كل هذا؟ ساعتين رحت ما عاد لحن بروك فرجيها شوف وين هدية هات الكبيرة امسوك هاي الكبيرة عطول تاخذ الكبيرة انت اكثر هون
بسرعة طا يلا طا طا تأخرنا أمي عيوني أمي السواس جايكي ممتاز خليك واقف هون تمام خليك واقف ولا تحرك هون ضل واقف ما بعرف حد يرسل على قدامي كتير كده بدنا نمشيها مشو لا اقسم بالله العظيم انت غبي يا غبي اذا صفينا السياره بمدخل الحديقه اذا عدى حدا وشاف السياره بيعرفنا رح يعرف انه احنا بالحديقه بس اذا صفيناها بعيدة عن الحديقه ما حدا رح يعرف انه نحن هون استاذ والله استاذ معلم واحنا منك نتعلم يلا نزيد زين زين نلحق هيك لك يا أبو عبادة بسيطة أنا بفرجيك طالعين تقابلوا بنات بسيطة لا حول ولا قوة إلا بالله مالك ملاحظ عبادة تأخروا شوي لك إيه والله تأخروا كتير آخر مرة حكيت معهم قالوا لي كانوا على باب الحديقة إليكم باب الحديقة جايين من السعودية هنين وهديكم راحوا إيش اختفوا طولوا بالكم وينكم تهربوا يعني والله افلي عليكم الحديقه تفلاي وراكم بلاقيكم لا انا هيك بلشت اخاف يقوم صار معهم شيء عبده طلع مين في هنيك مين يعني قولي امي الجبل هون انكشفنا ايش عامل ايش رح تعمل يعني تخبى بسرعه يا اولاد الذين متخبين شكلهم شافوني معناته بسيطة أنا بعرف حلي معكم قلت لك بلاها للحديقة ما كنت ترد صارت أمي تعرفة إيش ما نعمل هلا شلون دلت وجدت هون أنا بعرف إيش رح نعمل الله يستر بس وما تشوفنا عبادة شكل أمك راحت ها ضيعتنا وراحت أكيد شكلها راحت ما مبينة وراك بابا ايش في ورايا ام عبادة خانم طبعا ام عبادة خانم بذات نفسها جاي عندك شايف انت ايش قلت لك اهميه وهداك انت شو بتعمل عامل حالك متخبي ما تسال ما شايفتك طاع 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 استاذ ام عبادة انت شو بتعمل هون وانت ابنك الصايع ايش في هون ايش هاد بايدك ام عبادة بصراحه لا تفهميني غلط يعني انا ايش كنت جاي انصحه لابنك طايش بده يجي يقابل بنات بالحديقه بسمتك بضميرك بصير نعم جاي تنصحه قلت لي ايش علي وهذا اللي بايدك شو كمان جاي تنصحه فيه هيا لك انا كنت اعمل لك يا مفاجاه يا الله منك يا عبادة عطول تنزع المفاجاه الي ولا لام تحسين وبنتها بس لا تخافوا ما راح يجوا قتلتيون يعني فيك تقول هيك شيء وهلا صار دوركم قولي ام عبادة طول بالك انت بدك شيء بتعملي غلط ها وهذا السلاح اللي طلعتيه هلا محرم اساسا عبادة بتعرف تهرب هروب 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 وين بدك تروح جايتك وانت عم تحب تمعشى تعال افرج تطور لك امي والله ما فهمت الموضوع جايتك وليش عم بعذب حالي انا ليش عم بعذب حالي بس يا ربي دخيلك راح ابعث شبابه وري ابو عبادة جايتك بعد جايتك تعبت حاجته عندك لا تحرك ما قلت لك رح اجيبك انا طول بالك ام عبادة طول بالك انا خليني اشرح لك انت فهماني غلط بس سد ربوزك مو وقت الكلام لانه